الإنسانية الغراء إلا دليل على ذلك. مرة إمامنا أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه على مسجده ووجد قوما يتحلقون في مجلسهم، فسأل عليه الرأس أي هل يقوم على شأنهم شخص أو عالم يسهر على مجلسهم؟ فقالوا لا. فقال أيضا ضلوا وأضلوا. واليوم وقد ابتدى نور الإسلام بحمد الله تعالى في هذا البلد، وضرب أضراره في جنوب هذه الأرض المباركة، يحضر معنا رأس من رؤوس العلم وجبل من جباله، وهو سيدي ومولاي محمد حمزة الشريف الكتاني، حفظه الله تعالى وبارك لنا في علمه، الحجة والعرف والحافظ المصحح، صاحب التصانيف النافعة والتآليف الرائعة، ولا يسعنا أن نستوعب تلك التحديات التي حازها هو ورفقته المباركة الشريفة المطهرة. لذلك سأكتفي بخلاصة يسيرة جدا ومختصرة، أرجو أن لا يخل بمنزلته في قلوب الغالبة جميعا، فهو حفظه الله دكتور في الصيدلة، ويحضر للدكتوراه في الدراسات الإسلامية، فضلا عن كونه خريجا لجامعة القرويين في الفقه والقانون، وهو كما لا يخفى على كل متابع مؤلف محقق للكتب التراث المغربي، خاصة الفقهي منه والحديثي والتاريخي، كما أنه يشغل عضوا في العديد من الجمعيات الثقافية والعلمية، ويحاضر في عدة منابر ومؤسسات ومناسبات علمية وثقافية. أخيرا هو أيضا نائب رئيس مؤسسة مجمع أهل الصلاح. أيها الحضور الكرام، حتى لا يطيل عليكم، لقد كنا في الصباح مع محاضرة حول العلامة المحدث والفقيه المصحح سيدي فضيل بن فاضل الشهيدي، مؤلف المنهج الصانع على الصحيح الجامع، هذا الكتاب المزروع الذي ترونه ماهيا امامكم، وهو يمثل هذا الفضاء الكريم. ادعو استاذنا الكريم ليشرفنا بدرسه الكريم، وانوه الى ان الدكتور الاستاذ عبد المجيد وكيلي تغيب استبدالا
بصاحب هذا الطريق قطب المغرب وسلطانه وتاجه المنتصب على هيكله سيدنا مولانا إدريس الأعظم ابن الإمام مولانا عبد الله الكامل ابن الإمام مولانا الحسن المفدى ابن الإمام مولانا الحسن الصبر من سيدنا مولانا رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي بن أبي طالب ومن سيدتنا سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. هذا الإمام الذي نشرف بالحضور في ضريحه هذا الضريح الذي هو محط تنزل الرحمات ومحط تنزل رضوان الله سبحانه وتعالى والذي هو سبب من الأسباب الرئيسة في لطف الله سبحانه وتعالى بنا وفي هذا المغرب والذي هو أسر مفخرتنا وهو السبب في ظهور الإسلام في ربوع هذا البلد الطاهر كما نقل الإمام ابن خلدون في تاريخه عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة أنه قال ارتد المرابرة 12 مرة قبل دخول الإمام إدريس بن عبد الله المغرب ولم يستتب الإسلام في هذا البلاد إلا على يدي مولانا الإمام إدريس لأن المغاربة ولأن البربرة كانوا أناسا لهم أنفة ولهم كبرياء وكان بنو أمية وبنو العباس يرسلون الغلاة الطغاة إلى هذه البلاد فكانوا يأخذون الجمايات ويأخذون الخموس فلم يكن البرابرة يقبلون بذلك فلما جاء الإمام مولانا إدريس رضي الله عنه وأرضاه بدعوة من رئيس قبيلة أوربة رحمه الله تعالى ورضي عنه سلم له البرابرة الطوع وملكوه عليهم وأصهروه بهم فأسس دولة المغرب في هذا الربوع ودخل المغاربة في دين الله أفواجا عن رضا وعن محبة وعن تعلق بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وفي لذة كبد مولانا رسول الله وهو مولانا إدريس رضي الله عنه وأرضاه فنحن ببركته في هذا المجلس نستمر وأتشرف بالحديث بين كنفه وفي مسجده رضي الله عنه وأرضاه خاصة وأن الحديث يتعلق بحفيد من أحفاد مولانا إدريس وشريف من الأشراف الذين استوطنوا هذه البلدة الطاهرة والذين عم فضلهم المشرق والمغرب والذين انتقلت الأخبار وانتقل البريق والخيول وريح الصبا بأخبارهم وفضائلهم وهم ساداتنا الشرفاء الشبهيون. حديثنا اليوم عن العلامة سيدي محمد الصغير بن فاطمة الشبيهي خطيب هذا الجامع الطاهر ومفتي هذه المدينة المقدسة وإمام هذا المسجد المبارك سيدي محمد الصغير الشبيهي كان من أكبر علماء هذه المدينة الطاهرة وما زال تلامذة تلامذته وما زال أبناؤه وأبناء أبنائه موجودين إلى الآن نراهم رأي العيان ونتبرك بهم ونستفيد منهم ونستأنس بوجودهم في هذه الأرض الطاهرة وحديثنا عن سيدي الصغير الشبيهي رحمه الله تعالى
حديثي عن مولانا ادريس. ومن حديثي عن الدرس الزرغون. ومن حديثي عن العائلة الشبهية. ومن حديثي عن كتابي العظيم الفجر الساطع على الصحيح الجامع. الذي هو من افضل ما كتبه متاخر المالكية على صحيح الامام البخاري. حديثنا عن سيدي الفضيل الشبيهي لا يمكن ان يكمل الا بكلامنا في هذه المواضيع. والكل لا يخفى عليه تعلق اهل هذه البلده الطاهره بآل بيت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بساداتنا الاشراف المدارس وبساداتنا الاشراف العالميين الذين احياوا هذه المدينه واحيا مولانا اسماعيل رضي الله عنه وارضاه هذا الطريق المعظم المطهر. ونحن تحت هذه القبه التي بناها الملك الراحل امير المؤمنين حسن الثاني رحمه الله تعالى. هذا التعلق هو الذي جعل المغرب بلد استقرار وبلد ايمان وبلد الاولياء والصالحين. فكما يقال بان المشرق بلاد الانبياء فان المغرب بلد الاولياء. ومن الطرافه انني كنت في المشرق وعشت فتره في المشرق وقال لي بعض اخواننا في بلاد الشام التي نسال الله ان يفرج عنها نحن المشارقه افضل منكم. فقلت له لماذا؟ قال لان عندنا الانبياء كثر والرسل كثر وانتم ليس عندكم الانبياء والرسل. فقلت له ولكن نحن عندنا الاولياء والصالحون. فقال لي الانبياء اعلى درجه. فقلت له لكثره الكفر والزندقه عندكم كان الانبياء والرسل ونحن لكثره الايمان والاستقرار كثر من الاولياء ولم نحتج لمن يديرنا ويقدرنا. وان كنا نتمتع في هذه الديار الطاهره ببصيص وضوء وورقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على لما جاء مولانا ادريس رضي الله عنه الى هذه البلده الطاهره استقر في مدينه ويلي. ومدينه ويلي الكل يعرفها تبعد بضعه كيلومترات على مدينه زغول وهي مدينه رومانيه بل كانت قبل الرومان وكانت تسمى بقصر فرعون. ويقال بان فرعون كان يحكم كذلك في هذه البلاد في ضمن ما كان يشمل مملكته. كانت مدينه ليني مدينه حضاره ومدينه ازدهار ومن زارها الى الان راى ما فيها من الاعمده الكبار واثار القصور الشامخه. ومما يلفت الانظار في مدينه ليني وجود البواسير الكوادس وأودية المياه في الأرض مما يدل على أن أهل المغرب منذ 2000 سنة وأكثر كانوا يعرفون هذه الحضارة ويعرفون الصرف الصحي ويهتمون بالنظافة وبالطهارة. أسس مولانا إدريس دولة المغرب في نحو سنة 173 أو 174 للهجرة في مدينة وليدي. وخرج بدعوته إلى شتى أطراف المغرب يعرف برسالة الإسلام الخالدة. ولا شك أنه وجد قبائل مسلمة كانت في منطقة الجراجا ومنطقة سوس. هؤلاء الناس الذين رفضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما تذكر كتب التواريخ وحسب ما يوجد له أصل في صحيح مسلم فوفدوا عليه قبل الهجرة في بيعة العقبة.